السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت اوفيس اكسل. في حلقة النهاردة هنتعرف مع بعض على اداة من اروع الادوات لتحليل البيانات الموجودة في الاكسل. الأداة دي هتوفر معاك وقت ومجهود كبير جدا، وهتحللك مشاكل انت كنت بتقابلها في تحليل البيانات بتاعتك. طيب تعالى نتعرف مع بعض الأداة دي بتعمل ايه بالظبط. انا عندي هنا جدول زي ما انتوا شايفين كده، في بيانات الموظفين كلها كاملة، مطلوب مني ان انا اطبع البيانات دي كلها. طيب لو هنطبع البيانات دي كلها مفيش اي مشكلة، بندوس كنترول بي وبنطبع عادي. طيب لو انا عايز بقى اطبع جزء من البيانات دي مش البيانات كلها كاملة، يعني مثلا انا عايز رصيد الاجازات بس من الجدول ده كله، يعني مطلوب مني ان انا اختار مثلا اسم الموظف واجيب رصيد الاجازات بتاعته بالفرق والدورات مثلا والجزاءات ونطبعهم في تقرير لوحدهم من غير ما نظهر المؤهل والوظيفة والمرتب والحالة الاجتماعية والعنوان، وفي نفس الوقت برضو عايز تقرير تاني بتقرير الاداء لوحده، يبقى مطلوب مني ان انا اطبع اسم الموظف وتقرير الاداء لوحدهم. او ان انا مثلا عايز العنوان، يبقى مطلوب مني ان انا اطبع الاسم والعنوان بدون بقية البيانات دي كلها ما تظهر. طيب تعال نشوف الاداة دي عملت الكلام ده ازاي. لو بصيتوا فوق هنا هتلاقي فيه التقرير بالكامل هنا، لو فتحت السهم دوت هنلاقي اول حاجة التقرير بالكامل، ده بيظهر لي التقرير كله بالكامل زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اي اختلاف. طيب لو حبيت مثلا عايز بيان برصيد الاجازات والفرق والجزاءات اللي الموظف خدها، بنيجي ندوس هنا على رصيد الاجازات والفرق والجزاءات، مجرد ان انا ادوس عليها جاب لي هنا الاسم ورصيد الاجازات والفرق والجزاءات بس. طيب عايز مثلا بيان تاني بتقرير الاداء، نضغط عليها كده جاب لي بيانات الموظف والمؤهل والوظيفة وفي الاخر تقرير الاداء. طيب حبيت مثلا عايز العنوان بتاعه، نفتح السهم دوت ونختار العنوان، جاب لنا الاسم والعنوان نقدر نطبعهم لوحدهم. يبقى اي بيان انا بحدده او انا بختاره، مجرد ان انا افتح السهم دوت واختار اللي انا عايزه، عايز مثلا التقرير بالكامل، هتجيب لي التقرير بالكامل بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. طيب عملنا الكلام ده ازاي؟ هو ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة. بس في البداية ياريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. أهلا بيكم مرة تانية. زي ما اتكلمنا في بداية الفيديو، النهاردة هنتعرف على أداة من أروع الأدوات الموجودة في الإكسل، واللي هتوفر عليك وقت ومجهود وهتحللك مشاكل كتيرة في طباعة البيانات أو تحليل البيانات اللي انت بتشتغل عليها. طيب انا عندي جدول زي دوت، مطلوب مني دلوقتي ان انا لو حبيت اطبع البيان دوت كله بالكامل، ده بالنسبة لنا مفيش اي مشكلة، بندوس على كنترول بي ونبتدي نطبع البيان. طيب لو انا عايز اطبع جزء من البيانات ديت مش البيان كله كامل، هنعمل الكلام ده ازاي. انا مثلا عايز دلوقتي اعمل تقرير باجازات الموظفين. طب بس قبل ما نعمل تقرير باجازات الموظفين، عايز اعمل تقرير الاول بالبيانات كلها كاملة. هنعملها ازاي؟ بنيجي هنا على قائمة فيو، هنخش عليها كده وهنلاقي في اداة اسمها custom view، هنضغط عليها هتظهر معانا بالشكل دوت. طيب الاداة ديت هنعمل فيها ايه؟ هندوس هنا اد، هيبتدي يقول لي النيم هنا، سمي التقرير ده زي ما انت عايز. انا هسميه مثلا هنا، هكتب هنا التقرير بالكامل، تمام، وهدوس اوكي. طب يبقى كده هو حفظ التقرير ده كده عنده، لو حبيت استدعيه في اي وقت هنستدعيه من هنا من اداة الكاستم فيو، هندوس عليها هنلاقي التقرير بالكامل موجود هنا اهو. طيب مجرد بس ان انا ادوس شو هيظهر معايا التقرير كله بالكامل، هو اوريدي كامل عندي فانتوا مش هتحسوا باي فرق. طيب انا دلوقتي عايز تقرير تاني برصيد اجازات الموظفين بس، مش عايز بقى المؤهل ومش عايز الوظيفة ومش عايز المرتب ولا الحالة الاجتماعية ولا العنوان ولا الفرق ولا الجزاءات، عايز بس رصيد الاجازات بتاعة الموظفين. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا هنخفي البيانات دي كلها، هنعمل لها هايد كده
وهاجي هنا الفرق والدورات والجزئيات ديت هنعمل لها هايد برضو، يبقى انا عايز بس هنا ايه الاسم ورصيد الاجازات. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هندوس برضو على custom view وهبتدي ادوس هنا add وابتدي اسمي التقرير دوت، هنقول هنا الاجازات بالشكل دوت وادوس اوكي، هيظهر معايا بالشكل ده. طب انا عايز اظهر بالتقرير كله بالكامل، بندوس هنا على custom وادوس هنا على التقرير بالكامل وادوس show، هيظهر معايا التقرير كله بالكامل. طيب انا عايز اعمل تقرير تاني بالفرق والدورات اللي الموظف خدها. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي نخفي البيانات دي كلها وهسيب بس الفرق والدورات، وهنعمل هنا هايد، وهاجي هنا الجزئيات هنعمل لها هايد برضو. يبقى انا كده ايه الاسم والفرق والدورات بس هما ايه اللي ظاهرين عندي. نفس الموضوع برضو هنيجي كده نخش على custom view وهندوس هنا add وهبتدي اسمي التقرير دوت الفرق والدورات وادوس هنا اوكي، بعد كده اضغط عليها تاني وادوس هنا على التقرير بالكامل وادوس شو عشان يظهر لي التقرير كله بالكامل. طيب احنا دلوقتي عملنا تقرير برصيد الاجازات وتقرير تاني بالفرق والدورات وتقرير تاني بالبيانات كلها كاملة. عايز مثلا اعمل تقرير تاني بالجزئيات لوحدها، طب يبقى هعمل ايه؟ هاجي اخفي البيانات دي كلها، اسيب اسم الموظف بس واخفي البيانات دي كلها واسيب الجزئيات، وهندوس هنا كليك اليمين وهايد، وبعد كده هنيجي هنا من custom view هدوس هنا add وهنقول هنا الجزئيات وادوس اوكي. طيب واجي افتح custom view تاني واجي هنا على التقرير بالكامل وادوس شو، هيظهر لي البيانات كلها كاملة. طيب عايز اعمل تقرير تاني بالعنوان، يبقى هاجي هنا اخفي دول كده واسيب العنوان بس، واجي اخفي اللي بعد العنوان برضو مش عايزهم، يبقى انا عندي هنا الاسم وعنوان الموظف. هاجي ندوس هنا custom view وهندوس هنا add واكتب هنا العنوان وادوس اوكي. طيب بعد كده اجي ادوس هنا على custom view هنلاقي التقرير كلها ظاهره اهي، لو حبيت اختار اي حاجه من هنا اخترت مثلا الجزئيات ودوست شو هيجيب لي الجزئيات. طب هندوس هنا custom اخترت مثلا التقرير بالكامل ودوست شو هيجيب لي التقرير بالكامل. طيب الكلام دوت انا مش كل ما اجي اعمل تقرير اجي اخش على قائمه فيو واجي ادوس هنا، لا انا عايز الحاجه تبقى قدامي فوق هنا واختار منها اللي انا عايزه. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي هنا من فوق عند الادوات دي هنلاقي فيه سهم كده اللي هو كاستمايز كويك اكسس تول بار، هنفتحه ونيجي نختار منها مور كوماندز، هتفتح معانا الشاشه ديت، هنيجي على السهم دوت ونختار اول بعد كده اقف على اي اداه من الادوات ديت كده جوه الجدول دوت، وهندوس على حرف السي وابتدي ادور على custom view هنلاقيها موجودة هنا، هنلاقيها هنا هيت custom view اهي، بنقف عليها وبعد كده بدوس هنا add وبعد كده هنلاقيها ظهرت هنا، بعد كده بدوس اوكي هنلاقيها ظهرت فوق هنا زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. دلوقتي انا عندي الجدول اهو كامل، حبيت بقى اطبع اي بيان باجي فوق بفتح السهم دوت وبختار البيان اللي انا عايزه، عايز مثلا الاجازات بروح جاي دايس على اجازات هنا بيجيب لي الاجازات بس. طيب عايز مثلا هنا الفرق والدورات بفتح كده بيجيب لي الفرق والدورات، باجي اختار مثلا الجزئيات بيظهر لي الجزئيات اللي على الموظفين، باجي اختار مثلا هنا العنوان بيجيب لي العنوان او رقم التليفون او اي بيان تاني انت موجود عندك في البيانات بتاعتك. عايز التقرير بالكامل بنخش هنا التقرير بالكامل بيجيب لي التقرير بالكامل. يبقى احنا كده قدرنا نعمل تحليل للبيانات اللي موجودة عندنا بأكتر من طريقة.
ممكن نعمل مثلا حاجة تانية بالحالة الاجتماعية. بنيجي هنا على كاستم، قبل ما نعمل كاستم بنبتدي نخفي الأول، هنقول مثلا نخفي دول كده، أنا عايز الحالة الاجتماعية، عايز أعرف مين الموظفين العزاب والمتزوجين، ونيجي نمسح دول برضو كده، هايد نعمل لهم هايد، والعنوان برضو هايد. يبقى أنا عايز بس البيان ده كده كله، بنيجي هنا كاستم، بعد كده بدوس اد، بعد كده بندوس هنا نكتب هنا الحالة الاجتماعية. ندوس اوكي. بعد كده لو جيت وقفت هنا كده هندوس هنا بالتعديل بالكامل، ولو جيت اختار الحالة الاجتماعية اللي هي في الاخر اهو كتبتها انا غلط، هنلاقي هنا الحالة الاجتماعية ظهرت لوحدها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يبقى اقدر انا احلل البيانات اللي موجودة عندي باي طريقة انا عايزها زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. هو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون حلقة النهاردة استفدتوا منها، ياريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة. انتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.